حركة لا تتوقف في مشهد عادة ما يرتبط بموسم الحصاد في مأرب، حيث تشكل من خلال هذه المساحة الخضراء وما تنتجه من فواكه ومحاصيل زراعية دورا رئيسيا في رفد الاقتصاد الوطني، فضلا عن بقائها مصدر دخل للمزارعين، غير أن صعوبات كثيرة تسببت في الحد من نشاطهم الزراعي الذي تراجع بشكل ملحوظ في الخمس سنوات الأخيرة. ما تزال ما عاد حلقينا، ما عاد حصلنا لا في السوق السوداء تب ب 11,000 ب 9,000 ب 10,000 يعني ما جريمه جريمه. وغرقته الكهرباء معلش في الشتاء، ما الحين قطت بدعو. رسالتنا للسلطه المحليه انهم ينظروا الى المزارعين، يدعموا المزارعين. تتحدث بعض المعلومات عن تصدر محافظة مأرب المرتبة الأولى من بين محافظات البلاد في إنتاج الحمضيات والثالثة في الإنتاج الزراعي، كما تعد مخزنا للأمن الغذائي للبلاد. وبالنظر إلى حجم الإنتاج وجودته وتنوع المحاصيل، يتضح أن ثمة فرصا كثيرة يمكن الاستفادة منها والدفع بالقطاع الزراعي للواجهة مجددا، والعمل على توظيف العناصر الطبيعية التي تمتاز بها الأودية الزراعية القريبة من سد المدينة لمضاعفة إنتاجها الزراعي. لكن وفي مقابل ذلك تغيب الجهات المعنية المتمثلة بمكتب الزراعة والسلطات المحلية بالمحافظة عن القيام بدورها في تذليل التحديات التي تواجه المزارعين. مأرب تعتبر أحد سلات الغذاء في اليمن، تنتج الخضروات، محاصيل الحبوب، البرتقال. البرتقال بشكل عام تتصدر كما ذكرنا سابقا، تتصدر محافظات الجمهورية، لكن إضافة إلى ضعف سياسة التسويق الزراعي، وهذا يعني لا يقدر المزارع أو مكتب الزراعة بإمكانياته البسيطة أن يواجه هذه السياسة الدولة ترسم. تراجع النشاط الزراعي في مأرب بسبب عوامل كثيرة، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات والبذور والأسمدة، فضلا عن غياب الرؤية الاستراتيجية للجهات المعنية كالخطط التسويقية لهذه المنتجات وإيجاد أسواق مركزية وخارجية، ما يجعل القطاع الزراعي في تدهور أكثر مستقبلا في حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، خصوصا في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد منذ انقلاب الميليشيا. سنوات مضت على تحرير مأرب من الميليشيات الإنقلابية، ولا يزال إنتاج المحافظة في تأرجح مستمر، إذ لم يعد يتناسب إنتاج المحاصيل مع تكاليفه المتزايدة، وهو ما يتسبب في عزوف كثير من المزارعين عن مواصلة نشاطهم وسط مخاوف تعرضهم للخسارة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.